سيناريو مباراه الذهاب والاياب مع الترجي التونسي، هو فريق تقيل وكبير وليه تاريخ وليه اسم طبعا، ومن الفرق اللي دايما برضو بيحجر جامد قدام النادي الاهلي لما بتجمعهم الظروف. طبعا ما فيش شك. فكرك برضو موسيماني هيلعب باني طريقه؟ هو طبعا ما فيش شك الترجي فرقه كبيره، حصلت على بطوله افريقيا 4 مرات، يعني عدد كويس. لو بصينا حتى على المستوى المحلي، يمكن اخر 5 دوري عام بالنسبه لهم على التوالي واخدينه، واعتقد حاصلين على بطوله الدوري تقريبا 31 مره، اكبر نادي في تونس طبعا، الكره متطوره في تونس ما فيش شك. فرقه بتلعب على البطوله، ند لكل الانديه على مستوى القاره ما فيش شك، مباراه صعبه. بس انا شايف هو يمكن المستوى الفني اقل شويه من الفتره من قبل كده. يعني هو كسب بطوله 2018 2019 انا بعتقد، يعني يمكن تابعته اخر مباراه كانت مباراه العوده مع شباب بلوزداد الجزائري، كان مهزوم في مباراه الذهاب 2-0 وقدر اللي هو يكسب 2-0 ويلعبوا ضربات جزاء ويفوز ويوصل للسيمي فاينل. بس انا شايف احنا الحمد لله في الفتره ديت اعتقد احنا المستوى بتاعنا افضل وعندنا معلومات كبيره، غير واخدين بطوله افريقيا المركز الثالث على مستوى العالم للأندية، بطولة العالم للأندية. لا أعتقد كل الظروف إن شاء الله إن شاء الله أعتقد هتكون في صالحنا بإذن الله. يا مسهل الحال يا رب. طيب إن شاء الله. هل يعني كنا قلنا من شوية لو حضرتك كنت بتتابعنا كنا بنتكلم مع زميلتنا نورهان طمان، ومن ضمن المانشيتات اللي كانت ملفتة جدا للنظر الحقيقة جه في جريدة المسا تحديدا إن في 5 لاعبين في الترجي التونسي بيطالبوا بان هم ياخدوا مستحقاتهم الماليه المتاخره او بفسخ العقد، والكلام ده فوري، والكلام ده ايه قبل ايام قليله جدا من لقاء الذهاب ما بين الاهلي والترجي، منهم 3 لعيبه جزائريين بمناسبه الكلام عن الجزائر. فالى اي درجه النقطه دي برضو ممكن تعمل دربكه؟ طبعا لو الاخبار دي حقيقيه ما فيش شك هتاثر على الفريق طبعا، هتاثر على اللعيبه اصحاب المشكله وبرضو زمايلهم الاخرين اللي هم خارج المشكله. لا تأثر في أجواء الرياضة، محتاجة الاستقرار، محتاجة التركيز، الروح تبقى واحدة وكل اللعيبة عندها استعداد لو في مشاكل. طبعا أي فريق في خلال الموسم بيتعرض لبعض المشاكل، إنما حسن الإدارة أكيد بتفرق كتير، ونوعية اللعيبة وإخلاصهم للفرقة وحبهم للفريق ما فيش شك. النادي الأهلي يمكن بيتميز بتبقى اللاعبين كلهم كانوا بيشجعوا النادي الأهلي من الطفولة، صحيح كان عنده امنيه وامنيه حياته انه يلعب كوره ويلعب كوره في النادي الاهلي، فما فيش شك ارتباط اللاعبين بتاعت النادي الاهلي دي ميزه يمكن مش بسهوله تتوفر في انديه كتير، حب النادي والاخلاص ليه وطموح وامنيه حياته انه يوصل للمكان ده ويستمر اكتر سنوات ممكنه يلعب للنادي يحقق بطولات. ما فيش شك الاجواء في النادي الاهلي اعتقد صعب يعني تكون موجوده، يعني انا يعني على مدار التاريخ اللي احنا لعبنا فيه او اللي قبلنا او الفتره الحاليه انا شايف اللي بيخرج عن المنظومه ديت في النادي الاهلي قليلين جدا، يعني قليلين جدا. بس هو لو بصينا لتاريخ مواجهات الاهلي والترجي التونسي، يعني عموما هم اتقابلوا حوالي 20 مره، الاهلي فاز في 8 وتعدوا 8 والترجي فاز 4 مرات، فدي برضه ممكن يبقى فيها اشاره ما، دلائل ما. طبعا طبعا يعني هو فريق عنده طموح وبيلعب على البطوله وحاطط هدف البطوله بالنسبه له، هي دي لما فريق زي النادي الاهلي يواجه فريق بالشكل ده عنده طموح، حتى لو في بعض الفترات يمكن المستوى الفني النادي الاهلي بيتفوق فيها برضو الطموح والاراده دي طبعا بتخلي اللعيبه او بتخلي المنافس اكثر صعوبه. وزي ما حضرتك يعني ذكرت النتائج متقاربه جدا، كلنا عارفين الجمهور العادي اللي في الشارع عارف ان المباراه صعبه وفيها هتبقى فيها نديه وفيها تنافس، بس زي ما قلنا في بدايه حديثنا يمكن احنا عندنا اعتقد في الوقت الحالي يمكن مستوانا افضل الحمد لله. كنا بنتكلم